السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل خير. نتابع وإياكم هذا الانطلاق ونتابع هذا السن، سن الثنايا الإنتاج. نتابع هنا هذا الانطلاق والاندفاع لهذا الشوط وآخر أشواط الثنايا، يبتدي بعدها أشواط الإنتاج الحيل والزمول. نتابع وإياكم هذه الانطلاقات والاندفاع لهذا الشوط والأسماء المشاركة. نتابع المقدمة والمركز الأول، نتابع هناك اللي على الصدارة اللي بالمركز الأول شاهين لترحيب بن حمد بنت رحيب بن نايفة الهاجري على المركز الأول على مقدمة هذا الشوط. نتابع المركز الثاني والمركز الثاني من يصلنا على ثاني المراكز. نتابع هنا في هذه اللحظات اللي قادم اللي هو شاهين لسعد بن علي بن سعد النابت المري مع المركز الثاني المركز الثالث. المركز الثالث نتابع السعدي لمحمد بن راشد بن علي بن فهيدان المري مع المركز الثالث. المركز الرابع نتابع القدوم، هناك من يصلنا شكلان لمتعب بن محمد بن علي الصعاق المري مع المركز الرابع. المركز الخامس نتابع هناك رعد لعبد العزيز بن محمد بن ناصر الخليفة موجود مع المركز الخامس. هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى. نتابع وإياكم، نتابع هذا الانطلاق والاندفاع لهذا الشوط وهذه الأسماء المشاركة وهذا الانطلاق. ونعود للي تسلل إلى مقدمة الشوط، نعود إلى المقدمة وإلى اللي تسلل مع المركز الأول السعدي. السعدي لمحمد بن راشد بن علي بن فهيدان المري مع المركز الأول ومع مقدمة هذا الشوط في هذه اللحظات. بينما المركز الثاني والمركز الثاني شاهين ترحيب بن حمد بن ترحيب بن نايفة الهاجري مع المركز الثاني هنا مع شاهين. بينما المركز الثالث نتابع المركز الثالث ومن يصلنا شاهين لسعد بن علي بن سعد النابت المري، ولكن خطف في هذه اللحظات من اللي غير. نتابع هنا أيضا من يصلنا شكلان لمتعب بن محمد بن علي الصعاق المري مع المركز الرابع وغير على المركز الثالث. المركز الخامس نتابع المركز الخامس، هناك رعد اللي قادم، رعد لعبد العزيز بن محمد بن ناصر الخليفة متواجد مع المركز الخامس وغير على المركز الرابع. ودير بالك وركز يا الحوت، ركز أيضا مع المركز الرابع. هناك أيضا نبي نرسل السلامات لأهل العوينة مع هذا الأداء الجميل ومع رابع المراكز. نعود إلى المقدمة وإلى الصدارة وإلى المراكز المتقدمة ما بين شاهين وما بين اللي قادم السعدي. يا سلام، سلام يا التنافس ما بين اثنين على المركز الاول وعلى المقدمه. ولكن نرى هناك من الجانب الايمن السعدي لمحمد بن راشد بن علي بن فهيدان المري مع المركز الاول ومع مقدمه هذا الشوط. نتابع هنا هذا الاداء الجميل وشعار الباز المعروف لدينا وبقياده تركي ايضا نتابعه في هذا الانطلاق ونتابع هذا الاداء الجميل. يا سلام يا سلام، الله على هذه المقدمه والصدارة مع المركز الأول ومع السعدي لمحمد بن راشد بن علي بن فهيدان المري. بينما المركز الثاني والوصول في هذه اللحظات شاهين لترحيب بن حمد بن ترحيب بن نايفة مع المركز الثاني. المركز الثالث نتابع شكلان لمتعب بن محمد بن علي الصعاق مع المركز الثالث في هذه اللحظات. وتابعوا لي أيضا هنا مع الأداء المتميز من شكلان اللي يغير من مركز إلى مركز بانطلاقة قوية. بينما أرى المركز الرابع رعد اللي قادم لعبد العزيز بن محمد بن ناصر الخليفة متواجد مع المركز الرابع في هذا الأداء الجميل. بينما المركز الخامس ومن يصنع المركز الخامس شاهين لسعد بن علي بن محمد بن سعد النابت المري مع المركز الخامس. هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى. ونعود إلى المقدمة وإلى الصدارة بهذا الأداء المتميز مع المركز الأول في هذه اللحظات. هناك السعدي على المقدمة بهذا الأداء مع المقدمة والصدارة. نتابع السعدي. بينما شكلان في الوصافة. يا سلام يا هذا الشوط اللي بدأت تظهر ملامح القوة في هذا الشوط والتنافس بين أيضا هنا الصعاق وبن فهيدان وأيضا بنت رحيب متواجد
متواجد وبن خليفة متواجد. يا سلامي هذه الرباعية القوية مع هذا الشوط ومع هذا التحدي. نتابع نتابع نتابع. الصعاق غير، الصعاق غير على المقدمة في هذه اللحظات. الصعاق مع المركز الأول ومع الصدارة، نتابع في هذه اللحظات بقيادة شكلان لمتعب محمد بن علي. الصعاق المري مع المركز الأول والمركز الثاني، نتابع شاهين، شاهين لترحيب بن حمد بن ترحيب بن نايفة. هناك أنا بالأيمن لمحمد بن راشد بن علي بن فهيدان المري، بينما المركز الرابع هنا القدوم من رعد اللي بدأ أيضا بدأ يرعد الميدان وبدأ يهجم على المقدمة في هذا الانطلاق. ونتابع يا سلام المركز الخامس، اول ندى المركز الخامس وشعار الشوط الرئيسي، شعار ايضا هنا متواجد بهذا الاداء الجميل والمقدمه. يا سلام يا سنجار لحمد بن عبد الله بن سعد بن شعيل ايضا قادم في هذه اللحظات، شعار بن حلفان قادم، ولكن الله يا المقدمه، الله يا شكلان، شكلان اللي على المركز الاول وعلى مقدمه هذا الشوط وبقياده علي بن سالم الصعاق. يا سلام يا سلام بهذا الاداء الجميل في المقدمة. نتابع نتابع انطلاقة شكلان لمتعب محمد بن علي. الصعاق مع المركز الأول، المركز الثاني، نتابع المركز الثاني شاهين، شاهين على المركز الثاني لترحيب بن حمد بن ترحيب بن نايفة. المركز الثالث السعدي، السعدي لمحمد بن راشد بن علي بن فهيدان. المركز الرابع هنا سنجار لحمد بن عبد الله بن سعد بن شعيل، وشعار أيضا الشوط الرئيسي في صباح هذا اليوم. بينما المركز الخامس نتابع هنا غازي لراشد بن علي بن سعيد البريص المري. يا سلام، ولكن نعود إلى المقدمة، نعود إلى المقدمة وإلى شكلان، شكلان اللي بالمركز الأول وفي الصدارة. شكلان، شكلان على المقدمة. يا سلام يا سلام، مع 900 متر الأخيرة وهذا الأداء المتميز والانطلاق الأميز بهذه اللحظات. نتابع هناك المركز الأول شكلان لمتعب محمد بن علي. الصعاق مري مع المركز الأول، شاهين على المركز الثاني لترحيب بن حمد بن ترحيب بن نايفة. بينما المركز الثالث وصل سنجار، وصل سنجار والسعدي أيضا، سنجار لمالك حمد بن عبد الله بن سعد آل شعيل، وأيضا هناك السعدي لمحمد بن راشد بن علي بن فهيدان. والمركز الخامس غازي هنا مع أيضا بن حلفان متواجد هنا بقيادة غازي أيضا وانطلاقته. ولكن نعود إلى المقدمة وإلى شكلان، يبدو إن شكلان صاحب الشوط، شكلان شكلان الله، ولكن السعدي، السعدي سنجار، سنجار قادم الله، يا هذا الشوط يا هذا التحدي. ولكن شكلان، شكلان على المركز الأول مع 300 متر الأخيرة الله. يا سلام، سلام يا الصعاق، سلام وسلام مع هذا الأداء الجميل. بنسلم وبنرسل السلامات إلى سالم بن علي الصعاق وإلى علي بن سالم أيضا في هذه المتابعة وهذا الانطلاق وأيضا التحدي. وشكلان لمتعب محمد بن علي الصعاق المري، تهانينا تهانينا على هذا الفوز وساعة وصوله إلى خط النهاية، معلن الفوز والناموس وأيضا ساعة الوصول والتهنية موصولة لهذا الأداء الجميل. بينما المركز الثاني، المركز الثاني سنجار لحمد بن عبد الله بن سعد آل شعيل. المركز الثالث، المركز الثالث راهي لحمدون بن حمد بن ذويب الوهيبي. المركز الرابع، المركز الرابع السعدي لمحمد بن راشد بن علي بن فهيدان. المركز الخامس، المركز الخامس غازي لراشد بن علي بن سعيد البريص المري. شاهدتوا معنا هذا الشوط وشاهدتوا هذا التحدي والمنافسة القوية وهذا الانطلاق والاندفاع إلى خط النهاية. ولكن هنا شكلان من انتزع ناموس هذا الشوط محققا هذا الناموس، والتوقيت الزمني ساعة وصول شكلان 9 دقائق و41 ثانية و45 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك شكلان متعب محمد بن علي بن متعب الصعاق المري، يستاهل الفوز والناموس. بينما وصل سنجار على المركز الثاني، توقيت الزمني 9 دقائق و42 ثانية و35 جزء من الثانية. تهانينا لحمد بن عبد الله بن سعد بن شعيل المري. بينما وصل على المركز الثالث هنا راهي، توقيت الزمن 9 دقائق و42 ثانية و43 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمالكه حمدون بن حمد بن ذويب الوهيبي.